اليمنيين يعني انا كحتى انا حوثي، لكن هذه غلط، هذه غلط. يعني ان بيستبدلنا الحوثي استبداد، يعني حتى ان لازما نحن ان نطبق كل شيء حتى ندفع. مثلا الان لو بالمصري اتكلم معك بالمصري، يعني باللهجه المصريه بالعمله المصريه، مثلا انا الان لو شقيت بخمسة ألف جنيه ادفع للمشرف حقي هو مصطفى عبد السيد، ادفع له 2500 جنيه و2500 جنيه لي انا. نعم بس كده مش الخمس، ده كده النص. طيب السؤال الثاني اخو اسامه، اخو اسامه، هل عندكم اي اثباتات ان السفن التي تم احتجازها او طوابها او اديتها في البحر الاحمر تتبع اسرائيل، ولا كلها مجرد زبعه؟ والله يا اخوي انا شوف، انا عسكري على باب الله، ما اكذبش عليك، انا عسكري على باب الله. يعني بتجيب لنا هجمه وجاءت لنا اخر ليل وقالوا يلا توكل على الله. يعني لا، السفن ما اكذبش عليك، السفن اللي مسكنان واحده تركيه واحده هنديه وثنتين هذا وثنتين يمنيه بريطانيا. لا حق بريطانيا، حبه حق بريطانيا واحد. كيف ترجعوا لنا اسرائيليه او الملاك المصريين يا استاذ اسامه؟ ما ادريش والله، انا ما ادريش، انا ما اعرفش. كيف ما ادري اخي، انا يقولون حق اسرائيل بس. ما اكذبش عليك، انا اقول لك يا لا حقيقه. مهار تغيير انتم الحوثه، مهار تغيير. بس اثبتنا وجودنا يا استاذي، يعني حضر السفن. طيب يا اسامه، تصدق انك احد تابعين لميليشيات الحوثي، هل انت تقن يقينا باتا ان عبد الملك الحوثي هو احد اشخاص التابعين لال البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخي والله ما اقول لك الا ما اقول لك الا السدق. والله احنا انا بنفسي ما اصليش، انا بنفسي ما اصليش. ما اصليش يا عم، ده طلع تحبب الناس في الحوثي ولا كرههم فيه؟ ما اكذبش والله، حتى المشرف حقي ما يصليش ولا يدخل، ولا يدخل المسجد، جالس بشربنا حبوب وسكران 24 ساعه، وانا بيني بينك مثله بسكر مثله. ومع ذلك بتخاطر بحياتك وانت عارف انت ممكن تموت، لو مت تتوقع نهايتك هتكون ايه؟ طيب يا اخي شوف، نحن شوف نحن ك شيعة يعطونا مفاتيح، يعطونا مفاتيح الجنه، هذه فتوى، فتوى لان شيوخنا الكبار جابوا لنا فتوى مفاتيح الجنه، قالوا لنا دخلوا واذا استشهدتم ولا شيء معكم مفاتيح الجنه. هذا اللي والله اعلم. والمفاتيح دي انتوا حطيناها فين؟ لا تحطهم بالخصري، بخصري بخصري، احطه بخصري اربطه كذا. وبعض حين والله تبي الصراحه نربط حجار على بطوننا، ما عندنا حتى انه يحميك من الشياطين. لا محتاج تغير مكان الشياطين. نعم مرحبا يا عيني، الوضع المفتاح ده لازم يعني